السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد فينا عاوز يزيد دخله، عايز طريقة مضمونة حد جربها لو ما عندكش خبرة أو ما عندكش مال، أنت بتتكلم على إيه يا دكتور؟ مشكلتين، ما عندكش خبرة أو ما عندكش مال. في الحلقة دي قبل الآخر هكون حلت لك المشكلتين دول وهديك الحل المتكامل لكل المشاكل دي. النهاردة ادي العيش لخبازه فكر تاني بيزنس، صديق عزيز ابتدى من الصفر وحقق اللي محققوش ناس كتير قوي من نفس الجيل، عنده الحلول اللي هيحطها لنا من أرض الواقع، من الألف للياء، إزاي بدون مال وبدون خبرة أصل أبقى من رجال الأعمال وزود دخل الشهري بطريقة مضمونة تماما. خليك معايا للآخر هحللك المشاكل دي تغير حياتك وتبقى من الناجحين وإلى الحرية المالية. الشخص اللي كلمتكم عليه صديقي الصدوق عمار عمر، طبعا اكيد ناس كتير عارفاه، صديقي من زمان واثق فيه في فكر تاني بيزنس. متوجهين دلوقتي انا وعمار للشركه عنده، نكلمكم يعني في امور اوضح. احد الاسباب ان انا هنا معاه، طبعا مش انتوا بس اللي هتستفيدوا، ان احنا بنعمل حاجه بومنج جدا في الصحه ان شاء الله في الوطن العربي لكل عائله فكر تاني وعائلتهم وعائلات عائلتهم. وعلى فكره عمار مثال حي للي انا بقوله من سنين، وما شاء الله عنده شركات في كذا مجال، مجال المقاولات من الالف للياء، يعني مجال البناء والديكور والتشطيبات والتسليم من الالف للياء، ده في مجال المقاولات. وعنده شركات في الاي تي والذكاء الاصطناعي، ماي تكنولوجي، يعني شركه من الشركات الرائده في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي. وعنده شركات اخرى في مجال المطاعم والضيافه، عنده كذا فرع لكذا شركه في المطاعم في الامارات وفي الوطن العربي، ومجالات تانية كتير زي التجارة الإلكترونية والاستشارات وكثير من المجالات الأخرى. وصلنا الآن لموقع رويال سكاي، ودي الشركة الرئيسة أو المكان الرئيسي اللي بيدير منه عمار كل مواقع الشركات اللي داخل الإمارات وخارج الإمارات. وصلنا دلوقتي لأهم نقطة وهنسمعها من أهل الخبرة ومن شخص أنا بثق فيه شخصيا. أهم سؤال بيجيلي وأكتر سؤال، إزاي أزود مصادر دخل؟ جميل، هو السؤال ده جوابه بسيط لكن فيه تفاصيل. ببساطة، أنت عشان تزيد دخلك أو عشان تدخل دخل أصلا، إما أنك تكون موظف أو يكون عندك مشروع أو يكون عندك عمل خاص، مشروعك الخاص. وطبعا المشروع الخاص هو الأفضل من الوظيفة بكثير، لأنه أنت بتقدر تزيد دخلك غير ثابت، تقدر تطلع أكثر. والموضوع اليوم صار أسهل من زمان بكثير، يعني زمان كان عشان تفتح مشروعك أنت محتاج إيجار وموظفين وديكور وتفاصيل رأس مال كبير، لكن الآن ببساطة وأنت في بيتك تقدر تعمل مشروعك الخاص. أي حد يقدر يعمل ده، طالما أنه أنت عندك تليفون بتشوف المشهد الآن أكيد أنت قادر تعمل مشروع، لكن أنت محتاج لموارد ومحتاج لمهارات معينة هنتكلم عنها إن شاء الله اليوم. طيب بما اننا تكلمنا عن ان لازم يبقى في عمل خاص، واحد بدون خبره، ايه اسهل او ايه افضل انواع المشاريع اللي يبتدي فيها؟ حلو السؤال ده، بيجي كتير في يعني في كل مواقع التواصل الاجتماعي بيجيني، طب من وين ابدا؟ اليوم التجاره الالكترونيه سهلت الموضوع بكثير. انت عن طريق التجاره الالكترونيه ينفع تبيع منتج انت ما بتملكه ولا شفته اصلا، ينفع تبيع منتج موجود في الصين وانت موجود في بلد ثاني تبيعه للامارات مثلا او لاي دوله في العالم. ففي طرق كثيره جدا، وللمبتدئين تحديدا انا برجح التجاره الالكترونيه، واللي ما عندهم راس مال نهائيا برجح التسويق بالعموله. ففيها تفاصيل، الموضوع متاح وموجود بس الناس مش شايفه الفرصه دي. وحتى لو ما عندوش اي خبره في المجال، لو ما عنده خبره ياخذ الخبره يكتسبها من الناس اللي سبقوه في هذا المجال، هي موجوده بس عليه انه هو يتعلمها. تمام، وصلنا لنقطه مهمه قوي، الشخص المبتدئ ده ايه المفروض اللي يتوافر فيه او ايه اللي المفروض يتعلمه عشان لسه يبتدي في عالم البيزنس؟ حلو، عالم البزنس هو ايه اصلا؟ انت عشان تبدا عالم البزنس انت محتاج حاجات معينه، لو جمعتها مع بعض حتقدر تبدا مشروع. انت محتاج منتج او خدمه حاجه تبيعها عشان الناس يدفعوا لك مقابلها. محتاج تجيب المنتج ده او الخدمه دي بسعر رخيص عشان تبيعه بسعر اعلى عشان تكسب فيه. بعد ما تجيب المنتج محتاج مكان تعرض فيه المنتج ده. واذا انت مبتدئ محتاج شخص يكون معاك او حد ترجع له لما تحتاج حاجه وتمشي معاه خطوه بخطوه، لانه انت ماشي في رحله. المشروع مش زر انت بتضغطه، انت ماشي في رحله، حتمشي حتغير حتجيب منتج وتسعر، المنتج حيبدا ينزل حتجيب منتج غيره، هي رحله متكامله. فمحتاج حد يقودك عشان تكون ماشي على اسس ثابته لحد ما تبدا تكتسب الخبره.
فكرة المنتور اللي هي في كل المجالات اللي في الدنيا، يبقى ليك منتور أو قائد يوفر عليك لف ودوران كتير أو يختصر الطريق، صح؟ بالضبط. ما هي زي كأنه أنت ماشي لمكان أول مرة تمشي، وفي حد راح قبلك فهو عارف وين اللفة وين الدخلة. أنت ممكن تروح وتجرب تستوعب 10 سنين في الطريق. بالضبط، فحتطول. لكن لو مشيت مع حد هو مشى قبلك وعارف العقبات وعارف حلولها وراح وصل، لو تبعته وهو عايز يوديك لهناك أكيد حتوصل. سبب الحلقة دي إن أنا شفت ناس كتيرة ناجحين، وأنا من النوع اللي بشوف حد ناجح ووصل بعمل زيه، مش بقعد أجرب. يعني فكرة المنتور، فكرة إن أنا واحد أمشي وراه. فاللي أنا شفته قصص نجاح كتيرة قوي من طلابك كان برضو يتوفر في الشرطين اللي أنا جايب الناس أتكلم عليهم، بدون خبرة وبدون رأس مال. إزاي وصلوا من الألف للياء؟ إزاي عدوا مرحلة النجاح من الصفر إلى يبقى ليهم قصة نجاح كلنا بنسمع عنها؟ حلو. أنا يعني السؤال ده بيجيني كثير كمان، هو مش سر، أو هو يعني الموضوع بسيط. كل العوامل اللي أنا قلتها قبل شوية اتجمعت، إحنا جمعناها كلها بتفاصيل معينة. إحنا قلنا محتاج منتج وخدمة، حاجة تبيع ومكان تبيع فيه المنتج، ومحتاج حد يقودك. فأنا الورشة اللي عملتها، الورشة اللي عندنا، هي رحلة مدتها 29 يوم. فالرحلة دي كان هدفي أنه أنا أنقل الشخص نقلة نوعية في حياته من البداية، حتى لو ما كان عنده أي خبرة أو رأس مال بناخده من الصفر. فحتى لو ما كان بيعرف أي شيء عن البزنس بياخذ الأبجديات من الصفر، شو مفروض يعمل، من وين يجيب المنتج، كيف يختاره، كيف يسعر، وكل هذه التفاصيل. واللي بيميز الورشة أنه مش بيعملها لوحده، معاه فريق عمل بيمشي معاه خطوة بخطوة من البداية إلى النهاية، وكمان بيستمر معاه لمدة 12 شهر بعد الورشة. فده بيضيف قيمة جدا كبيرة للشخص، عشان بيكون معاه ضو يمشي فيه. أنا قلت كده يعني شهر لن تكفي أبدا لتغيير مسار أو فكرة أو أبجديات العمل الحر، فلا ده في بعد الشهر حاجة كمان. طبعا الشهر هو ده الأساسيات، الرحلة اللي احنا بنمشيها مع بعض، لكن بعدها سنة كاملة بنكون معاه خطوة بخطوة في كل الخطوات عشان نضمن أنه هو ماشي صح وبيطبق بشكل جيد. وكمان الحاجة الإضافية أنه بنوفر المكان اللي يبيع فيه، بياخذ كمان متجر إلكتروني متكامل، موقع وتطبيق معمول خصيصا له على حسب المنتج اللي حيختاره. فعنده حل متكامل، الواحد يدخل. ده أتوقع هو السر اللي بيسبب نجاح البنات والشباب والنسوان الكبار وكل التشكيل اللي الناس شايفينها دي. فأتوقع ده هو السر، لأنه تجمعت كل المعايير اللي بتنجح أي شخص. كده وصلنا لآخر اليوم اللي أعتقد إنه هيغير حياة ناس كتير. كده أنا جبت لكم الحل المتكامل اللي ياخدك من الصفر ويفضل متابعك 12 شهر حتى تصبح من الناجحين. ناس كتيرة قوي وقصص زي ما انت شفته اتغيرت حياتهم، حطيت لكم التجربة والناس اللي ناجحة والناس اللي اتغيرت حياتها في كل الوطن العربي. فرق بين الناجح واللي مش ناجح، الناجح بياخد خطوات. عندك عذر هتفضل مكانك، سبت الأعذار وراك وخدت خطوة واثنين وثلاثة، وخصوصا أنا كده حلت لك كل المشاكل. ما عندكش خبرة، ما عندكش رأس مال، عايز حد يقعد معك من البداية للنهاية، ملكش حجة بعد كده. حلت لكم كل المشاكل زي ما وعدتكم، ناس هتقعد معك 12 شهر، وبعد ال 12 شهر دول هعمل فيديوهات عن الناس الناجحة، لأن أنا مش عايز ناس ناجحة في الصحة بس، أنا عايز ناس تمتلك حرية مالية تخلي صوتها مسموع في كل الوطن العربي والعالم. الرابط هحطولكوا تحت، وأثق في عمار تماماً. عايز قصص نجاح، خد الخطوة وغير حياتك وانضم لنادي الناجحين. وفي الآخر وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أتقابل معاكم وإنتوا رجال أعمال كبار. سلام عليكم